أهلاً بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات صندوق الإسلام. إتكلمنا في الحلقة السابقة عن بدايات قصة الكعبة وعلاقة محمد بقصة إبراهيم وقصة إسماعيل وكيف إن هو بدأ يحورها على مزاجه علشان تتماشى مع مشاكله هو النفسية ومشاكله مع قبيلة قريش في مكة. الكعبه ما كانش ليها علاقه بالتوحيد اطلاقا في نشاتها وانما محمد هو اللي اخذ الكعبه واخذ طقوس الحج علشان واضافهم الى ديانته الجديده علشان آه يعني يسترضي العرب وعشان آه العرب ما يفقدوش هويتهم. لو لاحظنا حن هنلاقي آه ان هو في البدايه حاول يتقرب من اليهود والمسيحيين وان هو ينكر كل شيء له علاقه بالعرب وباوثانهم وبطقوسهم وبعد ما اليهود خذلوه في المدينه ولم يؤمنوا برسالته رجع تاني وابتدى يخلي الحج وطقوس الحج اللي هي اصلا طول عمرها وثنيه خلاها جزء من رسالته التوحيدية. طيب الكعبه دي حكايتها ايه بالظبط؟ الاسطوره الاسلاميه بتقول إن إبراهيم كان متزوج من ساره وكان عنده جارية مصرية جايبها من مصر جاب منها الطفل إسماعيل. العهد القديم بيحكي القصة بأسلوب مختلف تماما غير القصة اللي الإسلام بيحكيها. العهد القديم بيقول إن كان فيه غيرة ما بين ساره وهاجر وهاجر هربت بابنها إسماعيل واستقروا في مكان ما ما بيذكرش بالضبط بقى القصه تطورت ازاي، بيقول ان اسماعيل راح الى صحراء اسمها فاران في جنوب سيناء وبس وخلصت القصه على كده وده شيء منطقي على فكره ان اسماعيل يرجع بلد امه اللي هي مصر. لكن الاسطوره الاسلاميه بتاخد الموضوع دون وتقول لك ان ابراهيم اخذ هاجر واسماعيل وهو طفل وده شيء يعني ما فيهوش اي منطق طبعا ومشي بيهم من فلسطين لمكه يعني 1200 كيلو زياده وحطهم في واد غير ذي زرع طب اللي عايز يعني يهرب مراته وابنه من غيره مراته الثانيه طب ما عنده فلسطين ما جنبه سيناء المنطقي عنده الاردن عنده اكثر يعني هو جاي في الطريق حتى يحطها في يثرب على الاقل واحه فيها زرع وفيها نخيل ايه اللي يخليه يمشي المسافه دي كلها عشان يحط طفل رضيع وامه في قلب الصحراء دي الاسطوره اللي محمد طبعا اخترعها علشان يربط نفسه بابراهيم طيب المنطق بيقول ايه والعلم وتاريخ الاثار الأركيولوجي بيقول إيه؟ بيقول إن مكة كمدينة لم يكن لها أي وجود قبل القرن الثالث الميلادي. مفيش أي دليل يثبت إن كان في حاجة اسمها مدينة اسمها مكة أو في أي نوع من أنواع الحياة في هذا المكان قبل القرن الثالث الميلادي. طب أمال إيه حكاية الكعبة؟ وإيه اللي حطها وجت هنا إزاي؟ في أكتر من تفسير. ذكرت انا في الحلقة اللي فاتت مؤرخ بيزنطي اسمه سوزي مونس سوزي مونس بيكتب والرجل ده عاش في القرن الخامس يعني قبل محمد قال إن كان في منطقة الخليل في فلسطين كان في مقام كان فيه مكان يحج إليه العرب و يعني يتقربون به ويذبحوا أضاحي وكانوا بيمجدوا إبراهيم. هل دول بقى عرب وثنيين؟ عرب من أي اتجاه؟ ما نعرفش. المهم سيزمونس مونس بيقول إن هم كانوا بيذبحوا أضاحي لإبراهيم في منطقة الخليل في فلسطين. ولو تعرفوا إن في في الخليل لحد النهارده مكان اسمه مقام إبراهيم. الكلام ده لحد بدايات القرن الرابع يعني 300 وشويه. ايه اللي حصل بعد كده؟ جاء امبراطور بيزنطي جديد اعتنق المسيحيه او خلى المسيحيه هي ديانه الامبراطوريه البيزنطيه وهو قسطنطين. قسطنطين شاف المنظر اللي بيعملوه العرب في هذا المكان ويعني قال الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ كان في بئر جنب هذا المقام كان آآ آآ يعني حسب الأسطورة أن إبراهيم نفسه هو اللي حفر هذا البئر فالدم بتاع الحيوانات واللي بيدبحوها العرب وبتاع لوث البئر وسده فالإمبراطور البيزنطي الجديد ده حسب رواية سوزيمونس قال نظفوا لي المكان دول وامنعوا هذه الطقوس الوثنية من من الان فصاعدا مش عايز الكلام ده يحصل في مقام ابراهيم بعد كده فايه اللي يحصل بعد كده احنا بنتكلم دلوقتي في بدايات القرن الرابع في هذا التوقيت بالضبط قبيلة خزاعة اللي هي قبل قريش بقى سكان مكة الأصليين هجروا من اليمن إلى مكة وهم اللي اسسوا مدينة مكة يعني بعد ميلاد المسيح في القرن الرابع او في نهايات القرن الثالث ان هم هاجروا الى هذا المكان. وكان منهم واحد اسمه عمرو بن لحي جاب تماثيل والهة من الشام يعني الله اللي اسمه هوبل ده جاي من الشام اساسا. وحطوا في مكة في وسط مكة وابتدوا يحفروا آبار وبنوا هذا الشكل المكعب وسموها الكعبة. الكعبة ما كانتش هي البناء الوحيدة اللي بنيت في الجزيرة العربية بهذا الاسم. كان فيه 21 كعبة موجودة في الجزيرة العربية وممكن يكون أصلهم فعلا أن هم عوضا عن هذا المقام الذي أغلقه قسطنطين فحبوا كل قبيلة ما احنا عارفين العرب كل واحد عايز يعمل ديانته الخاصة بيه ما كانش فيه إمكانية أنك توحد كل الديانات دي لأن كل قبيلة لها تاريخها الخاص ولها أسطورتها الخاصة ولها إلهها الخاص ففكرة التوحيد كانت صعبة عليهم أوي فحتى لما كانوا يتقربوا لابراهيم وكان برضه بطقوس وثنيه مش توحيديه. فكان في في الجزيره العربيه 21 كعبه حتى كان فيه كعبه مسيحيه في نجراء اسمها كعبه نجراء وكان فيه حتى حسب الروايات الاسلاميه ان كان فيه كعبه مسيحيه بناها ابرهه. وكان فيه كعبه في شمال الجزيره العربيه اسمها كعبه ذو الخلصه الكعبه دي بالذات ذو الخلصه فضلت موجوده لحد سنه 1925 في في السعوديه لحد ما الوهابيين اكتشفوا ان في قبائل سعوديه لسه بتروح تتعبد هناك وتتمسح بجسمها في جدار كعبه ذو الخلصه بطقوس وثنيه يعني تخيلوا كل اللي حصل والاسلام ومهد الاسلام وكانت الوثنيه ما زالت موجوده في السعوديه لحد سنه 1925 فجم الوهابيين وخلوا الدوله السعوديه اللي هي نشات فيما بعد تهدم هذا الـ هذه الـ الكعبه. فالقصه مش حكايه ان الكعبه دي مش عارف حجر نزل من السماء والبيت المعمور فوق وربنا وادم هو اللي بناها الاول وبعدين ابراهيم واسماعيل هم اللي بنوها ابراهيم واسماعيل يبنوها ازاي واحنا حسب روايه القران وحسب روايه العهد القديم ان ابراهيم كان عدى ال سنه احنا بنقول ان هو جاب ابنه وهو خلاص على مشارف ال سنه فلما يبني الكعبه مع ابراهيم يكون هو بقى اسماعيل كبر فيبقى هو كده مثلا 120 سنه طب ازاي ازاي واحد عنده 120 سنه يبني هذا الجدار العالي، وازاي يجي من المكان ده من المكان البعيد ده كله ويجي يستقر في مكه، وازاي يسيب ابنه وزوجته في هذا المكان، لكن هي الاسطوره علشان يخلي طقوس الحج الوثنيه اللي هي السعي بين الصفا والمروه اللي هو مبني على اسطوره ان هاجر كانت بتجري بتدور على الميه رايح جاي سبع مرات، سبع اشواط. بين جبلين الصفا والمروه. لكن الحقيقه ان اول مقام كان العرب بيروحوه يزوروه عشان يتذكروا ابراهيم وعشان يضحوا بالاضاحي كان في فلسطين ومش في مكه. وهو ده على فكره السبب اللي خلى بعض الباحثين يقولوا ان الاسلام لم ينشأ في الجزيرة العربية على الإطلاق لأن لغة القرآن في أجزاء كبيرة جدا منها لا علاقة لها بلغة قريش. ولا علاقة لها بلغة الجزيرة العربية ولكنها لها علاقة بلغة العرب الذين كانوا يقيمون في الشام. وهذه اللغة كانت متأثرة بشكل كبير جدا باللغات المحيطة خاصة السريانية والآرامية. وده كلام هنبقى نتكلم عنه باستفاضه واحنا بنتكلم عن القرآن. ومش بس الكلمات، وإنما المواضيع. القرآن بيتكلم عن جنات من فيها فواكه وفيها عنب وفيها رمان، الكلام ده الكلام ده فين؟ هو في هو في في حقول في مكه ويثرب كان فيها رمان وفيها هو بيقول يعني ايه؟ متاعا لكم ولانعامكم انعامكم اللي هي ايه